تحية لمتابعين صفحة اليوفنتوس، معكم دكتورة نادية الدراعي طبيبة أسنان، وحبيت أقدم لكم كم نصيحة بمناسبة موسم الحج. موسم الحج يعني تعب، يعني مشي طويل، يعني إنه ما رح يصح لكم تفرشوا أسنانكم، تهتموا بالنظافة كتير. ففي كم شغلة بتكون تلتزموا فيها. أولاً لازم نتناول الأطعمة اللي فيها سكريات قليلة، ولازم وجباتنا تكون صغيرة ومتوزعة على خلال النهار. نفس الوقت لازم نتمضمض بالمي كتير منيح بعد كل وجبة، ونشرب كميات مي كبيرة. المضمضة بالمي بعد كل وجبة هي بديل للتفريش بعد كل وجبة مع استخدام المسواك. طبعاً إذا بتقدروا تفرشوا بعد كل وجبة لا تقصروا. وكمان ما ننسى أهمية فيتامين سي، فوار خدوا فوار واحد قرص كل يوم، وإن شاء الله هذا الشيء رح يرفع مناعتكم، رح يجدد خلاياكم، ورح يساعد بالوقاية من الأمراض. انتبهوا على حالكم وحجاً مبروراً.